تظني مالك طرابلسي حتى صبعه على ده بالنسبه لديون الجمعيات خاصه. خليك مالك، شنو الاستنتاج اللي خرجنا به بعد التحقيق هذا؟ هو ديون انيس واقع، معناتها واقع تونسي بامتياز. الدوله مكبله بالديون، المواطنين كيف كيف، اذا الجمعيات مش باش تكون في منأى على انها تكون يعني مش مكبله بالديون. ولكن قبل تعودنا انه نسمعوا الفرق المتوسطه ولا الصغرى ما بين ظفرين اللي عندها مشاكل ماليه. اليوم في السنوات الاخيره نحكيوا على فرق كبرى عندها مشاكل ماديه. قبيلك رضوان فالحي حكى على النجم الرياضي الساحلي ويحكي على السنوات، لانه الاشكاليه نتاع تراكمات نتاع سنوات نتاع مشاكل اللي توصل اليوم ثمره إشيك، خلينا نقولوا هذا هو شنو مع تفريق شنو ينجم يحصد بعد تراكمات الديون. السؤال المطروح، هل هو سوء تصرف فقط يعني ترشيد المصاريف، هل فيها سوء تعامل معها، ولا زاد نجم نحكيه على زاد حاجات أخرى، غياب الحلول التحيل المالي، مثل كما قال زميلنا الصحفي هادي جبنياني، المقربين من الهيئة المديرة للناس اللي تتمعش اللي تخلي الفريق يوصل يعمل دي كونترا مع ملعبية بملايين وملايين ملايين بعد ما يلعبوش. إذن برشا أسئلة تطرح على الديون، لأنه الديون موجودة في الفرق في العالم الكل، لكن شنو يخلي زاد فريق يوصل إلى عقوبات من الفيفا أو عقوبات من الجامعة التونسية لكرة القدم. وخلينا زاد لو كونتر إكزومبل اللي هو الترجي الرياضي التونسي. علاش حكينا على الترجي؟ لأنه تقريبا استثناء، مثال وحيد، الاستثناء الوحيد. الترجي عنده ديون، لكن الكويزينة انتغل نتاعها تعرف كيفاش تتصرف مع الديون هذه، لأنه عنده برشا واجهات تلعب عليها. الترجي دوري أبطال إفريقيا، مصاريف كبيرة، إذا تعرف الترجي كيفاش تتعامل. وممكن زاد حمدي هو مثال اخر، زاد مستقبل سليمان كانوا حاضرين معنا، ما عندوش حتى ديون ايضا. رجيش ايضا، فما فرق صغرى. أنا حكيت على فرق التتويج، فما فرق صغرى، لكن البيلون هذا خليني نحكم عليه بدايه من 5 سنوات وانت تطلع، لانه يعني مثلا مستقبل سليمان والا رجيش مازالوا في البدايات، مازالوا في الرابطه المحترفه الاولى في البدايات. بعد سنوات تو نحكي نشوفوا اذا الامور صحيحه ماشيه في حسن التصرف ولا لا. إذا موضوع الديون شنو اللي يخلي اليوم فريق يوصل إلى سحب نقاط ولا عقوبات؟ هل هو فقط سوء تصرف وإلا أمور أخرى؟ هي الأمور الأخرى مالك معناها سوء تصرف. لا نجم أنا سوء تصرف، أنا ما عنديش فاهمك سمسارة إداريا ولكن سمسارة والإدارة الأمور الأخرى على حسام اليوم حسنية، معناتها سوء التصرف على حسنية، لكن الأمور الأخرى يحكي لك على كوريبسيون، يقعد الكل سوء تصرف، اللي هي هذا تابع فلان وهذا الكل سوء تصرف. ورضوان كنا قبل الديون هي موجودة منذ البداية، لكن اليوم الغايب، الشيء اللي غايب هي الحلول. علاش اليوم ما عادش فما حلول؟ الحلول موجودة بالنسبة للديون، موجودة الحلول، الحلول موجودة اليوم. الحلول أول شيء عندك تعرف أنت لي رونتري نتاعك وشنو عندك بيدجي، تعمل ماس سالاريال سلم رواتب باش ما تخلصش الجوارات. ما عندكش فلوس باش تعمل ريكروتمون، ما تعملش جوار بمليون دينار و2 مليون دينار وتعطي للاعب 200 مليون و150 مليون شهريه وانت ما عندكش فلوس. وقت اللي انت تحدد سقف الرواتب نتاعك وتحدد اهدافك وما تعملش ديفولي كما يقولوا في الريكروتمون، تنجم توصل. لكن حسام اليوم هالوضع الاقتصادي اثر على الجمعيات، عزوف خلينا نقولوا عزوف رجالات النوادي اليوم، اليوم حتى مش تمسك الجمعيات نتاعها. صارت اتفاقيا هالخميس 15 افريل في قصر الحكومه تسويه حول الديون المتخلده بذمه الجمعيات الرياضيه بعنوان انظمه الضمان الاجتماعي، لانه المشكل كبير برشا برشا. ولكن سؤال زاد يطرح اليوم، احنا على مشارف نهايه الموسم الرياضي هذا، هل الجمعيات تخمم في الموسم الجديد في الريكروتمون نتاع الانتدابات نتاع ملاعبيه جديده؟ هل كما قال حسام حاجه اللي قاعده تفكر في سلم الرواتب يكون مدروس؟ هل نجيب جيب ملاعبيه ومن بعد وبركم ما يلعبوش، ولا بعد تقول هاني مخنوق ويشكيوا بيك وكورونا ووضع اقتصادي؟ يعني الموسم القادم راه مع تقريب، راه قريب من توا، لازم التفكير انك تقلص، ماهيش باش تشوفها الدوري بطبيعه الحال، ولكن تقلص على الاقل شهرين. طبعا اذا اعتبرنا كاس تونس بما انه شي تلعب ان شاء الله في ماي القادم وصولا لدور الربع النهائي. شوف خل. احنا قبل الثورة على الأقل خلينا نحكيو المداخيل نتاع النوادي شنو كانت؟ جمهور، استاد معبي، الناس تمشي للاستاد، هذا يوفر مداخيل إضافية، مداخيل إضافية، التلفزة، الإشهار، وإلا تشري ملاعب بسوم معين تبيعه ب 2 × 2 × 3 ودروا التيلي. فوالا دروا التيلي مازال موجود، موجود ما شو خليك كانت يعني توا تشوف في العشر سنين هذوما قداش شو أنا عام 2 لعبنا بالجمهور وكان بكوتا معينه شويه، دونك لهنا المداخيل نتاع النوادي نقصت. الحاجه الثانيه واللي هي اهم حاجه هو المستوى الرياضي، الفرق الكل تلقى بعشرات اللاعبين في العشر سنين هذوما
ما عطاو شيء بس وهم كبيرة ياسر وما استفعش من الفريق من بعد ولا وخطايا وبدأ ولا الفريق يخلصوا فيها دي موفي شوى وناس والجماعات الكل اليوم عندها خطايا وناس تخلص هذه الحاجة الثانية بال إشهار نقوله على الأقل في السنوات هذوما عامين الخانين بتاع الكوفيد سي نورمال حتى المؤسسات الكبيرة نخصت لهم المداخيل بتاعهم دونك تعمل البيلان حسب رأيي ساعة أول شيء المستوى الرياضي سوء التصرف الرياضي ولهنا بصراحة ما عادش أنا تو النوادي يا أخي باش يكيدوا ما عادش أنا رئيس نادي باش يحط مدير رياضي يتلها له بالفولي سبورتيف وخليه يتحمل مسؤوليته ولينا تجارب فما بعض صحيح هذه المشكلة فما زوز ثلاثة تجارب نجحوا وربحوا الفرق برشا فلوس دونك علاش يعني ديما نهزوها الاثنية اللي وهي وقت الامور واضحة خالد كل اعطي لكل واحد الطاش نتاعه وهذا ديريكتور سبورتيف اعطيه الصلاحيات نتاعه ويحمل مسؤوليته قدام الادارة وقدام الجمهور هذا اداري يقعد يخدم الاداري نتاعه احنا اليوم نراو اداري مع كامل احتراماتنا نجم يكون محامي يعمل فريق كرة ماء نجم يكون عنده درا شنو يخدم في مؤسسة ويعمل فريق كرة ماء شو مدخل ومن بعد يتحمل هو ميم با يتحمل مسؤولية يولي النادي هو يتحمل مسؤولية وخطايا ومليارات ويتحملها المدرب بعدين في نفس السياق راهو تعرف شنو هي مش نخدموا في تونس مش نخدموا في تونس تعرف شنو هي المشكلة تو لا بلوبار دي كلوب شنو يعملوا البريزيدون يكون عنده شوية فلوس يديباني الفريق نتاعو كسوا اترافير دي كريدي والا يمشي فلوس حتى لين تدخل مثلا درواتيلي ولا سبونسور ولا كذا ومن بعد كان هو عمل دي ريكروتمون غونفلي وكان فما سوء تصرف يخليهم للي بعده يعطيك الصحة يخليهم يتكدسوا للي بعده للي بعده وهذا اللي قاعد صاير في البطولة التونسية ما عدا بتيتر الاستثنائي كما كان يحكي لك ترجي لأنه بربي في النقطة نتاعك رضوان حاجة برك مادام نحكيو فيه يعملوا قانون نتاع محاسبة لا لا لازم انا خلينو كان واحد يخلي برشا جون يمشي تقرير تقرير مالي ثم دي ان سي جي في فرنسا اللي تراقب وتحاسب لازم محاسبه هو راهو لابار دي كلوب حتى كي تجي هيئه من بعدها كيما وقتها كان بحذانا سي علولو لهنا هم جايين من بعد بحذانا رؤساء الجمعيات تحكي معهم في الموضوع وقت اللي تكمل التاش إيه لما كل موجود ما عطيني شكون يحاسب لا المفروض هذا يكون تود سويت قبل ما يخرج الرئيس اللي باش يتخلى على المهام نتاعو لانه انت مثلا نحكي اونكور على الكام تاع لي تو عندك ايش 60 مليار معناتها دي ديت ايماجين ايش 60 مليار شكون السيد اللي باش يجي يقدم ولا يحط ساقيه ويقول لك راني جايب شد جمعي معناها انت ديجا رهنتها الجمعيه عباره يا خويا اسمع يا تشرب من غادي يا طير قرنك ها عندك 60 مليار خلصني فيهم والا بوتيتر يقول لك اعطيني وصل دين ولا وعد دين ولا شنو يسميه هذاك وما يسالش اجى الجمعيه علاش تغرقوا فيه علاش تعمل في ريكروتمون ب 5 مليارات عندنا احنا بطولة تونسية تاع 5 مليارات وتجي من بعد تغرق العباد وتقول لهم اخويا تعرفش كيفاش هاي هاي جمعيتكم تفضل رضوان هم جايين بعدين بعد زوز رؤساء الجمعيات نجموا يجيبونا في الموضوع هذا تناقض نختم معك مالك نختموا به تناقض كبير انه رؤساء بعض رؤساء خلينا نقولوا بعض رؤساء الجمعيات تبدا تبكي وتتذمر وتتشكى من الوضع المخنق وفي نفس الوقت تلقاها تعمل في انتدابات كبيره وهي اللي ساهمت منذ سنوات في التضخم خلينا نقولوا التضخم المالي الرياحي الحقيقه نعم بدات في عهد سليم الرياحي الحقيقه لا ولا من قبله رضوان ولا وقت هو وقت اللي جات في عهد سليم الرياحي ما نعرفش بدات في عهد سليم الرياحي اكثر هي ظهرت ولكن زاد ولا فما كونكورونس بدا بها سليم الرياحي ولات كانهم يعاندوا في بعضهم رؤساء الجمعيات واليوم رؤساء الجمعيات او البعض منهم يعتبروا عاملين مزيه على النوادي هذاك عليه زاد انت تقول خالد يحط هو مدير رياضي او مانجير له بكل شيء لكن رؤساء الجمعيات يقول لك انا نحط في فلوسي ما يحملش يحط شكون هو يحب يجاري كل شيء وهذا ما ينجمش مستحيل ما تنجم واضح يعطيك صحه مالك النادي عاني بعض يعطيكم الصحه مازلنا توجي بحثنا رؤساء الجمعيات السلام على الموضوع هذا نتاع الرابطه الثاني ما كنتمش حاضرين انتم بعد شويه نوصلهم هنا في عودكم نمشيو الفقره يعطيك صحه مالك شكرا لك يعطيك صحه نيس شكرا لكم نتقابلوا معكم الاسبوع الجاي ان شاء الله صيامكم يعطيك صحة فقرة جديدة هي فقرة حسام غراد كانت بطحة مشى لبعض البطاحي اللي اندثرت في تونس وباندثار البطاحي هذه اندثروا الملاعبية اللي كانوا يخرجوا من البطاحي وكانوا تبارك الله عليهم ملاعبية يخرجوا كبار الفقرة هذه نشوفوها كان مشى لفيات الأسبوع هذا حسام غراد فقرة معه ومع أمين بن أحمد زميل المصور التلفزي اللي نتمنى له الشفاء العاجل بعد حادث المرور اللي تعرضه إن شاء الله لاباس أمين بن أحمد وأنا زميلنا نضال عروة ومكرم الحطب ريتك في لافايات تدرجح بالخانات
آه يا ليتني ما شفتك. ناري شعلت وقوات. البلاصة هذه تعرفوها اش كانت؟ صراحة لا. وكن هذي؟ ليه ما نعرفهاش. مرشي. مرشي؟ كهو فيش حاجة أخرى؟ الدنيا مشات وجات. جبران، البلاصة اللي واقف فيها أنت توا، شنو هي كانت؟ باركينج. شنو كان يصير لهنا في رمضان؟ في رمضان كنا نكوروا فيه لهنا فهمني، ويبدا جمهور داير فهمني بالباركينج وفهمني، وجو آخر وعالم آخر. كان فما برشا جو، برشا جو كان. الكهرباء اللي تتحصر في الوسط شو يعملوها؟ يهزوها شنقلوها. يهزوها. يهزوها تتفكرها هذيك، صحيح نهزوها نشنقلوها أكثر من شنقال. حتى لما هنا الكهرباء كيف يجي يقول مني كهربتي. كنت فما دي تورنوا قبل يصيروا في رمضان؟ اكبر تورنوا كان يصير في الافريقي. كان البدايات تصور، كان هوريزون تصور، عبيت بال 4000 عبيت تفرج بالحق نحكي معاك. العاصمه الكل يجي. انا كنت رجاج تراب بالكونات بكل شيء. بالاربيت الاربيت اللي لبسوه تيني تاع اربيتر. فيها الملاعبيه باسك نتاع تونس الكل، نحن في حومتنا لافايات، عندنا نبيل معلول، عندنا بشير جلجلي، عندنا شفيق وحبيب العمدوني، عندنا لسعد جديدي، هذوما ولاد حومتنا الكوارجيه هيثم منا شكري الواعر، واحنا اصحابنا لطفي المحايسي، سامي التواتي، اشرف الخلفاوي، يانيس الخلفاوي، كلها جات كور، خالد السعيدي، الكل معناها الناس قبل في رمضان وك الساعتين اللي قبل ما يذن. الناس كل تجي هنا حتى من بعيد يجي باش يتفرج، ناقص واحد باش يقص التساك. اللي يجي غاديك كل 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 ماشي. لا نحن كل قرنيطة كيف 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 فيها مرة يولي يطلب ويحب يجي. ريتو نهج لافايات، أنا تولدت لهنا البرتمان نمرو 2 نهج لافايات. دونك احنا وقفتنا ديما في الشوكة هذيك، الشوكة هذيك ديما والديبار. كراو العباد ماشيين للباركينج. كل خيمة تشوف فيها الناس تسبق تشد بلاصة باش تتفرج فينا نحنا، وتتفرج وقتها في تنبوك شامبيونات دي ديتالي دومينيكا سبورتيفا، ناس مغرومة بالتكنيك وكل، نحنا نلعبوا توش برك، عندي نخرج راس راس نعطي شباس الرفيق يقتلني. سنقاوي احكي لهم غانيون سور تيران كيفاش سنين ما يخسروش يلعبوا لحد تسعة حتى ما في ساعتين تمشي للصاد نربحنا حد، حسنا انا نطلع الكار تاخذ تاع المزه نتاع بالفلوس والكار وما نخلصش مراسكي تعسى متعدى بالتوين يا حسن حسن تونس غازي. احسن الفرجه عندك انت في الدار معناها، من البركون تتفرج ديريكت؟ انا نهبط نتفرج غازي قدامي معناها اللعبه الكل، سينو نطلع من الدار من البركون نتفرج. كانوا البراك الناس تتفرج بيسور كانت تفهم ساعات تكويرات يقعدوا يفوتوا شويه شقا الفطر، تلقى العباد بالخبزه في يده وهو مازال في الباركينج، مرته تبدا تعيط له ويجا جيب الخبز جيب الخبز جيب الخبز خنشقوا فطرنا، وهو يبدا مازال يتفرج في اللعبه. فهمت؟ والحمام، الحمام زاد اون فاس يقعد يستنى، ما يسكرش يعمل شيء فرد افير، مش يعمل شيء فرد افير، يخدم على على الكورجيه خاطر بعد التكويره فما حمام. مبروك ومرحبا بك. ايه في البريمة غربي وشرقي ما يدوم اشدي مالي لي 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 ليام كيف الريح في البريمة يا عيني. يا حسرة على بتاحي تونس. وزميلي حسام غراد يقول لي الأسبوع الجاي إن شاء الله باش يكون في بعد حتى مسيسي في بن عروس، وإن شاء الله نشوفوا أكثر تفاصيل معه الأسبوع القادم. ونرحبوا بزميلتنا إيمان مجد الصغير. مرحبا إيمان. أهلا وسهلا بك إنيس، خالد، رضوان، حسام، صح شريبتكم أنتم، صح شريبت الناس اللي تبع فينا تبع في الأحد الرياضي. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، خاطر ما تقبلناش في أول حلقة من رمضان. شنو أموركم؟ الحمد لله. حبيك شوي شوي في صفيصة. حسام ناشط على لا لا مش هستناك على الكوجينة أنا تاع رمضان. يعاون. ناشطين في الكوجينة. شكون اللي يعاون في الكوجينة؟ أنا نحط الطاولة. وش تحط رضوان؟ الحقيقة نجي ناكل. أنا خالد. وين نهز الطاولة؟ نعاون بالصبر أنا. وأنت وين؟ هو يهز يحط الطاولة ونهز الطاولة. نحط ونهز. نحط الطاولة ونديبها راسي. إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. رمضانكم مبروك الناس الكل. على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فما برشا أجواء بتاع رمضان، بعد شوي باش نحكيوا عليها، ولكن البداية باش نحكي على الاحتفالات بالنسبة للأمل الرياضي بحمام سوسة والنادي الرياضي لحمام ننف واحتفالات الجمهور نتاعهم للصعود للرابطة المحترفة الأولى. وشفنا
تفاعل كبير من محبي زوز فرق، ولكن زاد شفنا بعض النوادي اللي تهني، خليني نقول في سعود هذايا نلقاو مستقبل رياضي بالقصرين اللي هبط على الفيسبوك وكتب مبروك وهنى الكل من فريق الامل الرياضي بحمام سوسه ونادي رياضي لحمام لمس. شفنا زاد ايضا صوره اخرى بامضاء الاتحاد الرياضي المونستيري على صفحته على الفيسبوك، هنا فيها نادي حمام لمس وتمنى لهم مزيد من التألق والنجاح. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي أيضا من بين الفرق اللي على الباج فيسبوك متاعه انشر وقال مبروك وألف مبروك للأمل الرياضي بحمام سوسة، وشفنا تفاعل كبير الحقيقة من الرياضيين وكما قلت لكم المحبين اللي هنيو زوز فرق، كما شفنا ستوري بالنسبة لزبير بايا اللي شجع فيها الأمل الرياضي بحمام سوسة، فمبروك عليهم. من بعد شوية باش يكونوا ضيوف معكم وكسبقنا قبل عملتنا افونغو بالضبط افونغو على خاطر مواقع التواصل الاجتماعي فرحوا برشا والاجواء باش تشوفوها من بعد في التقارير باش نحكيوا عليها اكثر، ولكن باش نسكم الى اجواء رمضان وتعرفوا خاصه الملاعبيه اللي يعيشوا البرا يتوحشوا برشا تونس واجواء رمضان. الستوري هكا لميناهم شويه شفنا اسامه الحدادي مهبطنا وقت السحور في تركيا، شفنا ياسين مريح هكا قال لكم هو كتب الحمد لله على كل حال تصويره رمضان كي تبدا وحدك وكي تبدا مع العائله، ومروان شويرف هبطنا تصوير هكا شويه هكا مقرونه بين التونسيه، وفي كل مره يهبطوا شويه من الاجواء اللي توحشوها الاجواء خليني نقول في تونس، ولكن زاد نلقاو رياضيين اخرين وناس اخرين قاعدين يهبطونا في ستوريات. نمشي نشوفوا فاطمه صفر لاعبه المنتخب الوطني لكره اليد ورامي جريدي اش هبطونا في ستوريات نتاعهم في شهر رمضان. تعديت فاطمه صفر شفناه هذول نشوفوا الفيديو نشوفوا الفيديو نتاع فاطمه اصفر ورامي جريدي واجواء رمضان اذا كان اذا كان نجم نعاودوها فاطمه اصفر حسام ثريا الفيديو على كل انيس راهي الاجواء هذيا فوالا هذه هي الفيديو اي الفيديو تعدات ايوه هذا الستوري اللي هبطوه كما قلت لكم فاطمه صفر هكا هزتنا شويه المهديه برج الراس قبل شقان الفتر وهزنا رامي جريدي كالقاعده رمضانيه والاجواء هذيا موجوده برشا والحقيقه الزملاء غايبين في رمضان ما فهمتش علاش رضوان وخالد عندك رفيق باشا تو يظهر لي بالضبط باش نمشيو نشوفوا زاد فيديو اخر لرفيق باشا انا قلت لكم يحضروا الماكله ويكونوا يعرفوا طيبوا ولا لا شوفوا رفيق باشا شنو مش يحضر لنا وشنو حضر لنا في رمضان كردينا رفيق باشا لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد ونادي الافريقي هكا كل مرة يهبطنا حاجة وماكلة جديدة. الحقيقة باش نختم مع خبر اليوم نعرفوا ذكرى وفاة نجيب الخطاب وشفنا برشا تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. نجيب الخطاب اللي قدم برشا من البرامج شفناه في الرياضة منوعات اللي قعدت في البال والتلفزة التونسية مؤسسة التلفزة التونسية قدمت برشا البرامج هذه. أنا باش نختم باش نقول للناس اللي تبع فينا لو سمحتم ودون استئذان لا تنسوا نجيب الخطاب وما رضاء الله إلا برضاء الوالدين الله يرحمه نجيب الخطاب ويبقى ديما عملاق الأعلام ربي يرحمه إن شاء الله نجيب الخطاب. يعطيك صحة إيمان شكرا ليك وإحنا قبل ما نستقبل ممثلي حمام سوسة ونادي حمام الأنف إهداء خاص من فريق الأحد الرياضي والأجواء في حمام الأنف وأيضا في حمام سوسة بعد ضمان الصعود للفريقين تفضل. Thank you.
ولا رجعنا لبلاصتنا. هذه بلاصه لهمهامه، تاريخ كبير وجمعيه كبيره. ان شاء الله ما نعاودوش الاغلاط نتاع اللي غلطناهم مع مناول ونخليو حملين في بلاصتها. تروا ماتش كانوا صعب برشا، كونتر معناها دي زادفرسير محترمين على الاخر، كنا كونسنتري بها معناها وعملنا اللي لازم يتعمل. الحمد لله يا رب رجعنا لبلاصتنا وحملين في جمعيه كبيره ماهيش تاع معناها ماهيش تاع البي، والحمد لله يا رب. مش سهل باش ترجع في 13 ماتش للناسيونال اه بعد التياح بالمانيير هذيك. الحمد لله، برشا صبر، برشا سوليداريتي، برشا روح في الجروب. بالله تو باش نحكيو مع فراس سكوحي، هذا نجم من نجوم المقابله. سكوحي خويا احكي لنا على المقابله اليوم، هذيك ستريسي على الاخر اليوم. اي ستريسي على الاخر. شنو هي السبب؟ شنو السبب؟ ما تحشمش عادي. انت ديما نعرفوك سحب جوك هذه، حسيناك على الاعصاب. والله هذيك هي مقابله اعصاب، مقابله باهي. يزي من رجلي بكي. نحكيو مع ارطغرل نتاعها من الف، ارطغرل نتاعها من الف هذا. انطقها بالصحيح، انطقها بالصحيح. ارطغرل جاوبني عاد، جاوبني عاد على السؤال. شو اسمه؟ شو اسمه؟ اي تغلو. شنو نجاوبك؟ شنو تحب نجاوبك؟ شنو هي المقابله اليوم صاحبي؟ ريناك خويا نجم كالعاد. لا لا كلنا نجوم الحمد لله. لا والله لا، انت خويا حاجه زايد عليك. عندكم نجم جديد في التلفزه، عندكم نجم جديد. بالميكرو اقوى مورادزا واندومي واحلى قفصه واحلى اندومي. الكراتير وربي ابو زيد ربيوش زاده كيف كيف. رجعت الرابطة الأولى المحترفة. فيفا مبليف، فيفا مبليف. الحمد لله يا ربي، البلاد ديما إن شاء الله ديما هكا زاهية، وتحية الهمهامة وهمهامة يا دولة. إن شاء الله ديما في الناسيونال كهو يزينا كهو، إن شاء الله باش نقعدوا تو في بلاصتنا. ماذا بينا الناس الكل تقفل جمعيتها. إن شاء الله نحطوا ساقينا في القاعة وما عادش نعاودوا الغلطة اللي صارت، ونحبوا نقولوا حملهم في راي تقعد حملهم وحملهم في الناسيونال. نشكر طبعا السلام بن صالح وعلي الحراثي على هذه الصور. نستقبل ضيوفنا كل من السيد فهمي النيفر رئيس أمر الرياضي بحمام سوسة. مرحبا رئيس. مرحبا بك أنيس، ومرحبا بجميع المتفرجين، ونشكرك على الاستضافة. شكرا لك. أيضا المدرب نوف الشبيل، مدرب أمر حمام سوسة. مرحبا كوتش وصحة شريفتك. مرحبا بك، عايشك صحة شريفتك. إن شاء الله عديهم سيبي. إن شاء الله. رئيس نادي حمام الأنف فضل بن حمزة، مرحبا بك رئيس. مرحبا بك أنيس، مرحبا بجميع المشاهدين، وصحة صحة صحة شريبتكم. وأيضا عبد الحي بن سلطان المدرب، مرحبا بك أستاذ الحي. مرحبا بك، صحة شريبتكم، ومبروك الحمام سوسة، نهنيو بعضنا بنفس. وماكش غريب على برنامج الأحد الرياضي أستاذ الحي. مرحبا بك معنا من جديد. كما شفنا فرحة نادي حمام الأنف، هات نشوفوا الفرحة في حمام سوسة كيفاش كانت. تفضل.
ألف مبروك مرة أخرى لكل من عمل حمام سوسة وأيضا نادي حمام الأنف. باش نبدأ معك مباشرة فهمي النيفر، مبروك الصعود، هات ناخذوا كل ما ساعة فيما يخص الصعود هذايا، هل كان يعني منذ البداية مبرمجين للصعود هذايا كهيئة مديرة منذ بداية الموسم، ولا كانت مفاجأة بالنسبة لكم الصعود؟ والله أنيس نقولوا احنا فما دوبي ديما في كل حكاية، فما دوبي خذينا جمعية، انت تعرف السيزون اللي فاتت معناها جمعية تلعب بلاي اوت، السنة حبينا ندخلوا بثقافة أخرى، ثقافة نتاع ربح نقولوا احنا، عملنا الأوبجيكتيف من الأول اللي هو المانتيان مرتاح. وبعد عدينا دوزيام أوبجيكتيف اللي هو البلاي أوف، كي وصلنا البلاي أوف ولا فما أوبجيكتيف نتاع طلوع، أنا تحط قدامنا طلوع لازمنا وصلنا لازمنا نطلعوا معناها من أنا في الآخر نقول مش مفاجأة يعني لقيت وصلنا آليات موجودة يعني بيان سور يعني بعد 8 سنوات وعملناه ولتعرف كما قلت أنت على تفادي نزول وسنة تصعد يعني يعتبر إنجاز يعني في حد ذاته يعتبر إنجاز وهذه ثقافة كروية وفما ستاف فما إدارة خدمة الملاعبية أمنوا بحظوظهم واليوم أنا قوم في البوديوم الحمد لله. ويظل لي كوتش منذ بداية الموسم كانت انطلاقة قوية بالنسبة لأمال حمام سوسة، بداية الموسم 6 إصابات تخلي الفريق يتراجع نسبيا، اكتشفت بعض شبان للفريق اللي كانوا مفاجأة بالنسبة لك أنت. بالضبط أنيس، معناها نحن المشروع بتاعنا من أول كنا نمشيو بالمرحلة خاصة أنه البطولة السنة كانت استثنائية، معناها حتى تاريخ بداية البطولة ما كناش نعرفوها إلا في آخر وقت، دونك مشينا بالإتاب فما بروجي سبورتيف اتفقت مع الإدارة حطيناه بدينا نشتغلوا عليه، وكما قلت لك معنا مرحلة بعد مرحلة فهمتني، توفقنا تقريبا في المراحل الكل، صحيح فما جات فترة على مستوى النتائج معنا بعد البداية الباهية اللي عملناها تراجعنا شوية، لكن عندنا الأسباب أنا شخصيا معنا والإطار الفني اللي معايا ما خفناش برشا من النتائج، لأنه نعرفوا اللي معنا مرحلة فترة وباش تتعدى، وخدمنا كما نقولوا المرحلة هذه تاع البلاي أوف حضرنا لها، رحينا معنا بزوز هزايم تقريبا ومباراة تعادل باش نجمنا نخلطوا اللاعبين خاصة اللي فقدناهم في الفترة الأخيرة باش يكونوا حاضرين في البلاي أوف، والتقريب معناها البرمجة هذيك نجحنا فيها بنسبة عالية الحمد لله. ويظل لي رئيس بالنسبة للفريق نتاعكم ما شفناش نجوم يعني بارزة في الفريق، لكن فريق شاب عرفتوا كيفاش تتعاملوا معه منذ البداية، وخاصة التعامل في مرحلة التتويج هو اللي كان تعامل استثنائي. صحيح، هي كانت حتى لي ريكروتمون الانتدابات كانت سيبلي، معناها كي نجيو نشوفوا احنا الفريق اللي لعب الماتش جرجيس معناها البارتي اللي توج فيها الفريق نلقاو موجودين معناها ليكيب اللي لعبت عمناول البلاي اوت، نضافوا لهم زوز ملاعبيه اللي هما اكرم ساسي وعمر السمالي، هذوما الاثنين الموجودين. عمر السمالي كان مفاجأة بالنسبة للموسم هذا، كان مفاجأة هو لاعب معار من رجيش، كان مفاجأة كي جاء من الاول ما كانش جاهز 100% من بعد بالخدمة والحمد لله، وكما قال لك الكوتش وصلنا ضحينا بزوز نتائج سلبية ولا 3 نتائج سلبية باش خلطنا الملاعبية للمرحلة نتاع التتويج. ما زلنا باش نشاهدوا مسيرة، طبعا نذكروا بالمسيرة حمام سوسة قبل ما نحكيوا على مسيرة حمام الأنف مع طبعا فضل بن حمزة والكوتش عبد الحي بن سلطان، نذكروا بمسيرة أمل حمام سوسة طيلة هذا الموسم في قراءة لعاطف جبالي.
كانت قراءة لزميلنا طارق ساحي، بعد شوية قراءة عاطف شبيلي باش تكون نادي حمام الأنف. كوتش نوفل الشبيل رقم عماد الكيلاني يقول اللي أنت السنة اعتمدت على 30 لاعب في 12 مباراة بمعدل أعمار 23 سنة و7 أشهر، يظل لي كان شوية موجود بالنسبة لك على مستوى رصيد البشر. بالضبط، نحن في المشروع بتاعنا معنا أول مرة يظل في حمام سوسة عملنا 9 وقود لاعبين شبان، معنا مواليد 2001 و2002 ولا دونك الهدف منه هو تشريك اللاعبين هذوما باش يتطور مستواهم باش ينجموا، معناها تعمل انت كما نقولوا ان بروفوندور في البنك بتاعك. والحمد لله معناها الوليدات الصغار هذوما كي استحقينا لهم لقيناهم وقاموا بالواجب وعاونوا اصحاب الخبره الناس اللي ماك تعرف، معناها فما شويه ضغط فما ستريس تاع ريزولتا كثرت شويه الاصابات، معناها في كيما قلت لك معناها في لي كونديسيون ماناش في لي كونديسيون العاديين. دونك وقت اللي نصابوا اللاعبين اصحاب الخبره فينا اللاعبين الشبان لوطون اللي حضروا الاخرين، وكانت معناها عمليه معناها ان جيستيون تاع جروب معناها مبرمجه من اول السنه. واضح، مازلت باش نرجع نحكي معاكم، خلينا نمشي لسي الفاضل سي عبد الحي بن سلطان. سي فاضل مبروك مره اخرى، وبالطبيعه نباركوا لك بالصعود هذايا، يظهر لي في 4 سنوات تلقى روحك مرتين تلعب على صعود، والحمد لله يرجع نادي حمام في المصاف النخب. الحمد لله، معناتها فريق نادي حمام في بلاصته ما تنجم تكون في مصاف النخبه. نادي حمام في تاريخه في 77 سنه نجم نقول 7 سنوات نزل القسم الوطني، في كل مره القسم الوطني 2 وفي كل مره ينزل ما يقعدش اكثر من عام. الحمد لله السنه معناتها فينا نفس الحكايه بعد الموسم الفارط اللي احنا نعتبره موسم خايب ورشه في تاريخ حمام، نزلنا القسم الوطني 2 معناتها بطريقه خايبه برشا اللي ما كناش نستحقوا ان باش ننزلوا. وصلنا بنفس المجموعه، فما باستثناء تغيير الاطار الفني سي عبد الحبيب السلطان بنفس المجموعه من اللاعبين، وكانت ثقتنا فيهم كبيره برشا. ما كانتش سهله، برشا صعوبات سي فاضل كانت بالنسبه لنادي حمام خاصه، نحكيو على صعوبات ماديه خاصه. بيان سير فما صعوبات ماديه كبيره برشا في النادي نادي حمام، ومش في حمام برك نتصور في الفرق الكل. اوريزمون وانا تعديناها الحكايه هذه، اوريزمون تجاوزناها ورجعنا الفريق لبلاصته. الحمد لله. سي عبد الحي بن سلطان يصعد مع نادي حمام في كلاعب عام 96-97 مع المدرب بكار بن ميلاد، وهذا الموسم يعني ترجع معه كمدرب للرابطه المحترفه الاولى، اكيد انجاز يرجع بك للتاريخ. بالطبيعه هي ساعه يعطيكم الصحه على الاستضافه وعلى المجهود اللي شفته حمام سوسه معناتها نتاع ناس محترفين، فريمون برافو عليكم. شوف حمام في جمعيتي وكنت قائد فريق في حمام في وقت اللي كانت نعرف شو معناتها، هبطت ساعه مع الفريق في نفس العام عاودنا رجعنا، فهمت؟ دونك عشتها ظروف و تجربه مش جديده علي، عشتها كلاعب دونك نعرف شنو الضغوطات وكيفاش لازمك تتحكم في الستريس هذاك في البريسيون هذيك، كيفاش لازمك تعدي الطاقه الايجابيه الملعبيه. الحمد لله معناتها اللي عملنا المجهود اللازم، صار تاطير من جانب الاداره الحق، من جانب زاد معناتها الاطار النفسي زاد كان موجود فيه ناس ووقفت الاطار الطبي، الناس كل وقفت الحق باش حملهم فيسع فيسع، ما تقعدش ما تدخلش فيك الدوامه نتاع فيسع. جمعيه كبيره، جمعيه بلاصتها في الليغ اون في الرابطه المحترفه الاولى، لقفناها على بكري ورجعناها الحمد لله لبلاصتها. الحمد لله. خلينا نذكروا سي عبد الحي بالمسيره نادي حملهم في هذا الموسم مع زميلنا عاطف جبلي. الهمهامه في الناسيونال، هكا تغنى جمهور حمام لنف بعد الانتصار على أمل جربة وتحقيق الصعود بعد موسم وحيد في الرابطة الثانية. 7 انتصارات 4 تعادلات وزوز هزائم هي حصيلة الهمهامة في موسم صحيح كان قصير لكن ما كان الساهل على أبناء عبد الحي بن سلطان. استهلوه بانتصار على السبيخة ثم زوز نتائج سلبية، هزيمة أولى أمام منافسه في البلاي أوف أولمبيك مدنين، ثم تعادل أمام جندوبة رياضية قبل ما يشد الثنية الصحيحة ب4 انتصارات متتالية، خليته يترشح في المرتبة الثانية رغم الزوز تعادلات والهزيمة في الجولة الأخيرة أمام الأمل الرياضي بجربة. وشاءت القرعة أن تضع أبناء الضاحية الجنوبية مع زوز فرق من نفس المجموعة، وبعد التعادل أمام أولمبيك مدنين رغم تقدمه في النتيجة يأتي الانتصار على القوافل الرياضية بقفصة ليصبح النادي على بعد انتصار وحيد ضد الأمل في تحقيق الأمال والالتحاق بالأمل الرياضي بحمام سوسة. أبناء بن سلطان كانوا في الموعد، أهداوا بطاقة صعود للهمهام، هو السابع عليهم بعد مواسم 64-72-89-97-2000-2018 وآخرها في الموسم الفارط. فألف مبروك لجمهور الضاحية الجنوبية
عودة النادي صف الكبار. إذا نرجع معك سي الفاضل، خلينا نكون واضحين بالنسبة للمرحلة هذه، مرحلة التتويج، هذول أولمبيك مدنين ترجي رجيس كانوا أبرز المراهنين على الصعود، يعني كيفاش كنتوا المرحلة هذه؟ كيفاش تعاملتوا معها على مستوى طبعا كل مباراة ومباراة؟ أبرز المتراهنين على الصعود لا، حتى النادي رياضي الحملف من بداية الموسم كان من أبرز المتراهنين على الصعود. وإحنا الحقيقة نتاع ربي صحيح في البداية معناتها بدينا الموسم مخر شويه بارابور على الفرق الاخرى، نظرا لان احنا كملنا الفاز نتاع البراج نتاع الموسم فارط مخر شويه، ما يتبقينا ايش من اول مره. احنا كانت عندنا اوبجيكتيف نتاع طلوع، ومن اول مره حضرنا الفريق نتاعنا كما يلزم وحضرنا رواحنا كما يلزم، صحيح مخر شويه ما يتبقينا ايش، فدينا شويه تاخير ورجعنا للمقابلات ورجعنا نحضر في المقابلات نتاعنا. ولا بريف ان احنا في المسيره كل خسرنا زوز ماتشات في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشامبيونان نتاع الموسم هذا. دونك من النهار الاولاني احنا كان عندنا اوبجيكتيف نتاع طلوع، ما فماش ما كانش عندنا حتى ربع شك وانا في امكانياتنا ولا في قدره المجموعه نتاع اللاعبين نتاعنا والاطار الفني نتاعنا. كوتش المجموعه منذ معناها لقيت كيفاش لقيت المهمه بالمجموعه هذه؟ هل لقيتها منذ البدايه قادره باش تقارع الكبار؟ خلينا احنا نحكيه مثلا من اجل الصعود، نعطيك بعض الارقام. اكثر مشاركه كانت الغيث الصغير، لؤي زروق 13 مباراه، عدي بالحاج، مراد زاهو، حمزه المبروك، محمد قاسم. يعني كيفاش لقيت الرصيد البشري بالنسبه لنادي حملنف؟ شوف نحن كما كان يحكي سي فاضل بدينا مخر، وكي تعرف كي تبدا مخر عندك مشكل في التحضيرات في الجانب البدني. انا نحب نقول ان جرون برافو للولاد اللي مشاو مع الخدمه، وخاصه الخدمه نتاع المعد البدني الاولاني كان معنا سي شمس الدين جنوبي اللي مشى من بعد انتقل للنادي الافريقي، جاء بعده شمس بلال فرشيشي وكمل الخدمه. موسم كامل عندنا زوز اصابات برك، وحاولت انا في معناتها بالتنسيق بالتخطيط باش تقعد تقريبا المجموعه نتاع 11 12 لاعب هما اللي تكمل بهم الموسم، باش تقعد خاطر فما خدمه معينه لازم تخدمها انت كمدرب كي تبدا بطوله قصيره فيها 8 مباريات ومن بعد عندك بلاي اوف، معناتها الكل في الكل تقريبا 11 مباراه ما مازلت ما كملتش مرحله الذهاب في بطوله عاديه. دونك حاولنا باش تكون المجموعه هذيك تحافظ عليها هي بيدها باش تخدم باش تنجم ديما النتائج تكون موجوده. كنا نقولوا نحن اللي زوتوماتيزم الخدمه اللي تخدمها بطبيعه الحال اللي يكون المجموعه اللي تكون فيها 24 لاعب الجاهز يكون هو تابع المنظومة اللي تخدمها انت باش يدخل يعطي الاضافه نتاعو. الحمد لله اللي خططناه وصلنا له، ما كانتش فما مشكله في الاصابات خاصه اللي بدينا بها المجموعه وصلناها حتى كشي وصلت السفينه البسط. واضح مش جديد عليكم سي عبد الحي، ايضا سي نوفل الشبير، بما عندكم تجارب في المنتخبات طبعا في تونس وايضا تجارب حتى البرة اوروبيه وفي قطر حتى بالنسبه لنوفل الشبير، هذه اللي فادتكم. قرينا مع بعضنا في قصر صعيد بارك الله، قرينا مع بعضنا وعندنا نقطه تجمعنا. لما كنت العب انا في الملعب السوسي كان معايا لاعب جزائري اللي هو عمر بوعزه، من بعد كي نزل الملعب السوسي للدرجه الثانيه مشى الحمام لم فرقه سي عبد الحي في التأطير بتاعه معناها اللاعب الجزائري. هو حتى بالنسبه للفهمي النايفر التوأمه اللي تخلقت مع نجم الساحلي، ذهابك معناها مشيتك النجم الساحلي وعودك الحمام السوسي ما اثرتش يعني بالنسبه للمردود طبعا الفريق عامه؟ بالطبيعه الاكيد انه التجربه في النجم الرياضي الساحلي استفدت منها برشا، تعلمت منها برشا حاجات. النجم الرياضي الساحلي فريق كبير واي مدرب يتمنى يخدم في النجم الرياضي الساحلي، لكن زاد بكل صدق معناها حمام سوسة اعطتني الفرصه هذه باش نقدم روحي يعني معناها كمدرب تونسي باش نوري لي كومبيتونس بتاعي، والفضل لله والحمام سوسة. وبالمناسبه نحب نشكر فهمي خاطر فهمي كان عنده ثقه في نوفل شبيل، وكيما كنت نجم رجعني لحمام سوسة كيما كان جاء رئيس اخر يمكن يقول لك ما بعد عليا في الفتره هذيك ما عادش يعرف اللي بتبيع نوفل شبيل كومبيتونس بتبيع في تونس وعندك تجارب سابقه نوفل. خلينا نكونوا واضحين، خدمت دربت في النجم الرياضي الساحلي في الفريق الرديف، خدمت مساعد شويه في الفريق الاول في النجم الرياضي الساحلي، ومن بعد جات التجربه تاع اسباير في قطر. كيف سي عبد الحي يعرف زارني غادي وشاف معناها الانفيرونمون. سي عبد الحي عنده تجربه كبيره مع لي جون. بيان سور فهمني، لا شاف معناها الانستيتيسيون هذه اسباير اكاديمي معناها تقريبا رقم واحد في العالم، معناها شوف لي فاسيليتي الموجودين غادي لي كوتش من العالم كامل فهمت، تعلمنا منهم بالحق برشا خبرات برشا صنعه تحب ولا تكره معناها فهمت. والحمد لله الكفاءه هذه معناها عاونتني باش ننجح في امل الحمام سوسه.
واضح. وتوما هذه باش نسالك عليها فهم النايفر مع النجم الساحلي، تبدل اللاعبين خاصه، وخليني قبل هذا كل فما ستاتيو كان نزل الحسين جنيح، كان نزل ستاتيو هذا قال فيه باش نشوفوه ستاتيو اذا كان حاضر، قال ما نجمش نفرح الامال حمام سوسه بما ان جمعيتي تعيش يعني في ظرف استثنائي، ظرف صعيب بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي، لموا عليه برشا جماهير امال الرياضي بحمام سوسه. اذا كان جاهز الستاتيو خلينا نشوفوه، يعني شنو موقفكم انتم كمديره من الستاتيو هذايا؟ ها الستاتيو شوف فيه، سامحني حمام سوسه ما نجمش نهنيك في الوقت هذا، محبه واحترام في الجمعيه اللي نحبها، مريضه وحالها ما يبشرش بالخير. شوف انا باش نجاوبك مانيش هنا باش نبيض الصوره يعني نتاع حسين ولا نتاع شي كتب حسين جنيح. اول تليفون جاني بعد المقابله نتاع جرجيس، واول ميساج موجود، الميساج نجم نوريه لك، الميساج نتاع حسين جنيح اللي مكتوب فيه برافو مبروك علينا. واول تليفون وانا مزدت في استراء، حسين جنيح طلبني وبارك لي، وبعده سي عثمان جنيح اللي هو الوالد نتاع حسين جنيح، هذوما الاثنين باركوا لنا. حسين راهو باش نقول لك معناها من عم ناول وهو موجود معناها في الفيدراسيون. حسين جنيح معناها لقيت لي تولي فاسيليتي مع حسين، اول حاجه صاحبي خويا، ثاني حاجه حسين يطلب في التليفون يتكلم يسهل، معناها سي كلير ستاتيو هذه معناها ان الرام تاع ناس قاعده معناها سيدي نابورت كوا، ما عنديش ما نعلق عليهم. راهو حسين جنيح قلبه مع حمام سوسه وجمعيته صحيح النجم الرياضي الساحلي، لكن الراجل متاثر ساسفوا متاثر لتوال خرجت كوب دافريك قبل بنهار وكربطها بعضها، مي ما عندها حتى دخل في حمام سوسه، لو كونترير معناها هو ليله الماتش كلمني ولقينا تولي فاسيليتي. معناها حسين عاوننا برشا بصراحه، حتى اني كشخصي كرئيس جمعيه حمام سوسه حسين وين نقصده ما يقولش لا. وتوما اللي عملتوها مع النجم الساحلي كيفاش شنو هي اضافه الفريق؟ النجم الرياضي الساحلي معناها لي جوار بري والاعاره اللي عطاهم لحمام سوسه كنتوا تشوفوا فيهم، فما صلاح الدين الغدامسي، فما اشرف الخلوفي، اشرف العافلي، فما امين الخلوفي، معناها ملاعب اعطت اضافه للحمام سوسه. واضح. طبعا خليني نحكي على المستقبل بالنسبه لتوا، اكيد بنخموا في المستقبل، رابطه محترفه اولى غير رابطه المحترفه الثانيه، شنو برنامج في الموسم القادم؟ اكيد فما انتدابات، فما محترفين بما انه الرابطه الاولى تسمح. نبدا معك سي الفاضل، بون سمعنا اللي انت تخمم في الاستقاله سابق الاوان والحديث هذايا، ربما المصادر الماليه التمويلات الماليه هي اللي صعبت المهمه، شنو موقفك بالطبيعه، شنو تحذيرك للموسم القادم خاصه؟ الاستقاله لا، بالنسبه لنا احنا النادي الرياضي حمل لنف، احنا معناتها طبيعي وانا باش نعينوا جلسه عامه انتخابيه، معناتها احنا وفات المده نتاعنا من عم ناول السنه يلزمنا عم ناول ما واتتش الظروف، وانا باش نعملوا جلسه عامه انتخابيه توا بعد نهايه الموسم هذا باش نعملوا جلسه. ويظل كنت عملتوا موعد جلسه عامه انتخابيه السنه الماضيه وما تقدم حتى حد؟ لا لا، عملنا مرتين، المره الاولانيه ما تقدم حتى حد، والمره الثانيه صارت الامور نتاع الكوفيد وواحد ما سمحتش. اي سي الفضل علاش العزوف هذا يعني؟ رجالات النادي نادي حمام لنف تزخر برجال اعمال والحمد لله. انا ما عنديش فكره على كل حال علاش العزوف هذا، ما يتبقيناش بالنسبه لي انا دوري كرئيس نادي الرياضي حمام لنف من 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 دوري، وان نعين جلسه عامه انتخابيه في وقتها الموسم هذا بعد نهايه الموسم هذا ان شاء الله بقدر ربي ابتداء من نهار الاثنين باش نبداو نحضروا جلسه عامه نتاعنا هذيا، نحضروا لي رابور فينونسي نتاعنا ونحضروا لي رابور مورال نتاعنا، وان شاء الله بقدر ربي باش نعينوا جلسه عامه في اقرب وقت ان شاء الله. بالنسبه للاطار الفني سي عبد الحي باش يوصل مع الفريق؟ كان انا موجود بيونسير باش يواصل معي، ما فماش كلام، كان انا مش موجود هذيك امر ثانيه، كان انا موجود ماهيش باش نسلم فيه بيونسير. اكيد سي فهمي بالنسبه لبرنامجكم ان شاء الله الموسم القادم. والله مازلنا ما قعدناش، تعرف ولا احنا الموسم تاعنا مازال ما فيهش، نهار السبت نلعبوا ديجا السوبر هذايا مع حمام لنف، وفي بالي مازلت فما مباريات كاس، مازلنا ما قعدناش وعملنا لكل حاجه حديث، وبيان سور الليك ان ماهيش الليك دو ماهيش جديد عليكم بطبيعه. حمام سوسه وحمام سوسه ماهيش جديد، معناها ايكيب ديجا تعرف الليك ان، واحنا نقولوا بالنسبه لي باش نقعد معاهم، انا عندي بروجرام باش نقعدوا الهيئه كامله وباش نحكيو وباش نشوفوا، معناها فما تعرف انت برشا مصاريف من بعد وباش نشوفوا وان شاء الله تتلف الناس الكل. ونوفل شبير باش يوصل على راس الفريق. الله اعلم. كيما قال الرئيس كان فاهم النيفر مازال
رئيس في حمصوصة سينوفل شبيل باش يكون على رأس. هو سمير رئيس، خلينا نكون واضحين علينا من التغييرات تاع المدربين، برشا فرق بدأت موسم ممتاز، النتائج موجودة وغيروا الفرق وندموا، ويظل هذا باش يكون درس خاصة الفرق الصاعدة من الرابطة الثانية إن شاء الله. والله يعني نأمن بالكونتينيتي معناها وديجا أول كوتش بجنبي يعني يعطي كارت بلونش من أول العام، بالرغم على كيما قال لك صارتك البتيت انسيدون كالحادث انه كان في حمام سوسه وخلانا ومشى للنجم الرياضي الساحلي، عاودت عطيت فيه الثقه وجبته عطيته كارت بلونش هو وسي فيصل تريتر، قلت له اخدم على روحك واحنا معاك، وهكا شنو معناها نامل بالكونتينياسيون. ويظل كي تبدا الاجواء طيبه هذاك اللي يجيب النتائج الطيبه. اجواء خويه بيان سور. والحمد لله، يعطيكم الصحه سي فهمي، خليكم كلمه الختام اذا كان عندكم تضيفوا قبل ما نهايه الحصه طبعا. بالنسبة لي يعني نقول أحسن كادو في عيد ميلاد حمصوصة 67 طلوع، إن شاء الله كل عام وانتم حين خير، وإن شاء الله طلوع بدون عودة إن شاء الله. كوتش والله نحب زادة ما نجمش ما نشكرش معنا الأخيان اللي خدمنا مع بعضنا، الستاف بتاعنا فيصل تريتر المساعد مدرب، أنس العزعوزي معنا مدرب لياقة، كيف كيف خدم معنا من الأول مدرب لياقة ياسين الطرابلسي، قبيل بن عثمان مدرب حراس، جلال المغربي، عندنا معنا كيني معنا يتميز معنا بالنشاط بارك الله عليه، عاوننا برشا اللي هو يسري، الدكتور جمال الهريس، وبيان سور معنا ديما المرجع بتاعنا نحن في الجانب الطبي الدكتور جلال دحمان، وبالطبيعه عندنا جندي خفي نحن نحبوه برشا وجوريات خاصه نحبوه برشا اللي هو محصل بالطيفه معنا امين المال، الناس كل تحبه بيان سور. واضح. ربي انيس حاجه لازمني نقولها باش كل واحد نعطيو حقه، نشكر رئيس لجنة الدعم سي سامي القندوز اللي هو رئيس سابق وقف معنويا وماديا مع الجمعية، وكما كل حمامية والجوارات كل الجمعية ورئيس المديرة هذا نهديوه الصعود لروح المرحوم وفقيد السياحة التونسية السيد ناجي المهيري اللي كان أكثر واحد معناها مساند فريق الأمل الحمصوصة. واضح. سي الفاضل كلمة الختام. سي الفاضل كلمة الختام نشكر بها أولا اللاعبين والهيئة المديرة اللي خدمت معنا والإطار الفني وحقيقة نتاع ربي وجمهور نادي الرياضي حملنف وكل محبين نتاع نادي الرياضي حملنف من كامل أنحاء الجمهورية اللي البارح للأمانة كلموني من جميع أنحاء الجمهورية من بن قردان للجربة حتى خارج الجمهورية للكيف للسليانة بارتو معناتها كلموني، نشكرهم برشا على فرحتهم مع النادي الرياضي حملنف، وإن شاء الله نادي الرياضي حملنف من حسن لنا أحسن، وإن شاء الله نقول حاجة نادي الرياضي حملنف يشد بلاصته العادية في القسم الوطني. ونحب تحية كبيرة برشا للكابتن خالد حسني. بيان سير. نكمل معاك سي عبد الحي. شفت كيف أنا ونوفل نخمو كيف كيف معناتها المدرب المؤطر المربي اسمه ما ينساش الناس اللي خدمت معاه، دونك أكيد بخلاف الإدارة ومعناتها الطاقم الإداري الكل اللي عاوننا، فما زوز عاونونا في الجانب النفسي، كان معنا الدكتور جمال من فرنسا اللي هو عام كامل يتبع في اللاعبين من الجانب النفسي مهم خاصة في البلاي أوف، دكتورة قنفوز زادة كانت عاونتنا إشراف، هذوما الزوز وقفوا مع الواحد، بجبوج زادة البوج المدلك اللي كان في وقت من الأوقات وحده وهو قام في المعسكر كامل كان واقع على 24 لاعب، يعطي الصحة معناتها المدلك نتاع الفريق، والإطار الفني اللي معايا نوفل الخضراوي مراد باشا هذوما زوز مساعدين، عندنا نوفل اليزيدي زاد مدرب الحراس يعطي الصحة وبارك الله فيه يعمل مجهود، وبلال الفرشيشي المعد البدني اللي كما قلت لك معناتها ساهم باش ما كانتش عندنا إصابات، والناس اللي نبيل وبكا والناس اللي وقفت معنا باش ساهموا في تأطير الوليدات معناتها في الملابس وكل شيء، دونك برافو الناس كل، شكرا للجمهور اللي وقف مع رانا دي معناتها ودز من بعيد وبارك الله فيكم على الاستضافة. نختم معك فيس. فما حاجة أخرى نشكر زادة فما شكر خاص للوقفة الخاصة للبطولات المحلية والجهوية في بن عروس، وفما حاجة أخرى الوقفة الخاصة للنواب تاع مجلس النواب المكلين على بن عروس اللي كانت عندهم وقفه خاصه في خاصه في البريود هذه. واضح سي الفاضل يعطيكم الصحه، وسي عبد الحي يعطيك الصحه، ومشكور جدا فهمي النايفر يعطيك الصحه وشكرا ليك، وان شاء الله تكون انطلاقه صحيحه بالنسبه للجمعيات، يعطيك الصحه نوفل شبيل. شكرا انيس على حضورك معنا اليوم. صحه هكا نكون وصلنا لختام موعد اليوم من الاحد الرياضي، اجمل تحيه كل الفريق، صباح الخير الناس كل، الى اللقاء.